السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة. زي ما حضرتكم شايفين دي شجرة الجوافة أمامكم. دي وقت حصادها أو قطف الجوافة. أنا بقيت الفيديو اتفرجوا عليه لأنه مهم جدا عشان هتتعرفوا على كل المعاملات اللي احنا عملناها في الشتاء عشان تطلع جوافة حلوة ولذيذة زي دي بدون رش أي مبيدات أو حاجة غير حاجات طبيعية هتعتمدوا عليها. بس ركزوا في الفيديو وتابعوه للنهاية وما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك في قناتنا. يلا بينا. طبعا زي ما حضرتكم شايفين نبدأ في شهر فبراير في الشتاء بعزيق ما حول الأشجار اللي بتكون عمرها 4 سنين. دي بالظبط عمرها 4 سنين زي ما حضرتكم شايفين. بيتم العزق ويتم وضع السماد البلد المتحلل ويضاف له السوبر فوسفات ويتم تغليبه. الكلام ده بنعمله في الشتاء عشان ينشط زور الأشجار ويعطيها تغذية ليه. وأهم حاجة السماد البلدي ممكن يكون بديل دون السوبر فوسفات. وبعد التسميد والري زي ما حضرتكم شايفين بتم قص أو التجليم الأفرع المتزاحمة زي ما حضرتكم شايفين أمامكم. غرض العملية دي من أجل تهوية الشجرة ودخول إليها الأشعة ومن أجل تهيئة مكان أفضل للنباتات اللي هتجي بعدين. زي ما حضرتكم شايفين بعد التجليم نلاحظ في أطراف الأغصن بتاعة الشجرة بتبدأ الأفرع الجديدة وبتبدأ النوار اللي هي الأزهار الأشجار والأوراق الجديدة تظهر زي ما حضراتكم شايفين. بعد عملية التجليم بنلاقوا ان بدأت الأفرع الصغيرة تنبت أمامكم. دي إن شاء الله لا يكون مهيئة وهي اللي هتحمل الثمار الجيدة. ونيجي هنا زي ما حضراتكم شايفين دي مرحلة عقد الثمار. المرحلة دي لازم عدم تعطيش الأشجار عشان الثمار ما بتقعش. ممكن ده في شهر مايو.
ويا حبذا لو أضيفت بعض السماد الأزوتي اللي هي اليوريا بس بكميات قليلة جدا. زي ما حضرتكم شايفين بدأ عقد الثمار في منتصف شهر يونيو. بسم الله ما شاء الله. طبعا المرحلة دي مرحلة رش البوتاسيوم السائل. أنواع كتير من البوتاسيوم السائل بتلاقوها في المحلات في شهر يوليو، بيتم رش عشان تزيد الثمرة. هي مش مفيد أو حاجة خطرة، إنما هو عنصر بيتم رشه لزيادة طعم حلاوة الثمرة وطبعا زيادة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا كملتوا للنهاية. أي استفسار لديكم أو أي تعليق بخصوص الجرافة اكتبوه في التعليقات أسفل الفيديو. أي طلبات أنتم محتاجينها أنا تحت أمركم. أتمنى تدعمونا بالاشتراك بقناتنا والضغط على زر اللايك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.